مشاهدينا راح نتعرف الآن على الطفل الموهوب واللي مرافقنا بعزف في هذه الحلقة، هو حمزة سعادة عازف القانون، وأيضا برفقتنا عازف العود وهو ماهر البزري. تفضلوا معي. يسعد صباحكم مرة ثانية. صباحك لجين، يعطيك العافية. يعطيكم ألف ألف عافية. الله يعافيك يا رب. عن جد أمتعتونا معكم يعني من بداية الحلقة. أنا يعني ما شاء الله أول شيء أذهلني كثير حمزة. صباح الخير حمزة. يعطيك العافية. أول شيء كيف القانون، صعب ولا سهل؟ صعب بالأول. صعب بالأول. في البداية. وكيف الحين شفته؟ سهل ولا سهل. لسه؟ طيب إيش معنى اخترت القانون؟ أحد اختار لك لي ولا أنت، ولا أنت اللي اخترتها بمحض إرادتك قلت أنا أبغى أتعلم إني أعزف على القانون؟ أنت؟ لوحدك؟ الأهل شجعوك؟ أيوه. طيب ومين اللي بيتابع معك؟ وين بتدرس؟ بيت العود في أبو ظبي. أها، أنت معناته ساكن في أبو ظبي. إحنا جبناك مشوار اليوم. طيب أحسن عشان تأخذ إجازة من المدرسة. عطل اليوم. بالضبط، أحلى ما في الموضوع. ما بما أنك ما شاء الله يعني عازف وقديم، كيف بتقيم حمزة؟ حمزة كبداية يعني ما تنسى هلأ حمزة عمره 10 سنوات. بالضبط. صحيح، بسم الله عليه. وحسب ما الوالدة عم تقول له، إن والدته عم تقول لي إنه. وجه لها تحية أكيد خلف الكواليس. بلش عمره 7 سنوات. سبع سنوات يبدأ بآلي مثل القانون، يعني شغلي منا سهلة أبدا. أكيد. فلما سمعته أول مرة فحسيت إنه إن شاء الله عنده مستقبل. وإن شاء الله بدأ شوية وقت بس. إن شاء الله. تتمنى أن يكون عندك يوم من الأيام معزوفات خاصة فيك، يعني تألف مقطوعة موسيقية. ممكن نشوف نسمع لك سي دي كذا بالسوق ونشوف اسمك عليه وصورتك. يمكن. إن شاء الله. إن شاء الله، ليش لا؟ دام أنك بتحب هذه الآلة أكيد هي كمان حتحبك، حتعطيك وتعطيها إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. وأكيد حتضلوا تكملوا معنا إن شاء الله لنهاية الحلقة. بدي أقول شكرا لأستاذ بسام عشان هو علمني القانون. حلو. I love you بسام. وإحنا كمان بنشكر أستاذ بسام. شكرا ليك، لفتة حلوة منك. مشاهدي راح نروح لفاصل، وبعد الفاصل الحياة بعد الطلاق كيف تسترجعها السيدة؟ هذا هو موضوعنا مع المستشار الأسري خليفة المحرزي، فخليكم مستعدين معنا. Thank you.
Thank you.